السلام عليكم، اهلا بيكم حبايبي. معاكم ميس مروه من قناه ميس مروه. النهارده ان شاء الله هنستكمل شرح منهج كونكت بلس لجريد 3 الصف الثالث الابتدائي. انا بشتغل من كتاب اشتبهت لغايه الفيديو اللي فات. انا كنت وصلت لغايه لسن 3 في يونت 1، احنا كده لسه بنكمل في يونت 1. النهارده ان شاء الله هنكمل لسن 4، هنكمل لسن 4 في يونت 1. انا عندي هنا في lesson 4 عندي كمية كلمات حلوة كتير مش صغيرين، لكن ما عنديش grammar. يبقى انا كده هركز على ايه؟ هركز على الفوكاب اللي عندي في lesson 4. وعندي نصيحة ليكوا كأولياء امور من قبل ما اخش ابدأ في lesson 4. لو سمحتوا يا جماعة، فعلا منهج connect plus لgrade 3 مليان كلمات، مليان كلمات كتير جدا، فما يبقاش عبء على الولد او البنت ان هو كل يوم وليكن بيحفظ كلمات كتير جدا. فلو سمحتوا اهتموا بمنهج الفونكس. منهج الفونكس هيغني ابنك او بنتك ان هو يقعد مثلا بتاع ساعة او ساعتين عشان يحفظ فيهم، وهو ممكن يقعدهم في ربع ساعة. ليه هو ايه منهج الفونكس؟ في ناس اصلا ما تعرفش يعني ايه منهج الفونكس. منهج الفونكس ده هيساعده ان هو يقرأ الكلمة كويس قوي، يقرأ الساوند بتاعها، فبالتالي لما يجي يتملاها هيتملى عن طريق ايه؟ ان هو بقى يستهجأ الكلمة، بيستهجأ الساوند اللي هو سمعه. فلو سمحتم ساعدوا الولاد شوية في حتة الكلمات اللي بقى فيها حفظ كتير قوي، ان انتوا اسسوهم شوية بمنهج الفونكس عشان لما يقعدوا يذاكروا ما يبقاش موضوع الحفظ ده بالنسبة لهم ضغط نفسي كبير. طيب نرجع لموضوعنا النهاردة ان شاء الله. انا هكمل lesson 4 unit 1 منهج connect plus 3. نبدأ كده نشوف الفوكاب اللي عندنا. number 1 عندي كلمة time يعني وقت. second هو هنا هيعمل ايه؟ هيمشي معايا من الصغير للكبير. يعني انا هنا عندي second يعني ثانية، الاكبر منها شوية minute دقيقة. بعد كده الاكبر من المينت هي الاور الساعة. يبقى عندي هنا time repeat after me time second minute hour. طيب حاجة الناحية التانية، هنا عندي كلمة distance خدناها في lesson 3 في الفيديو اللي فات. كلمة distance يعني مسافة. سنتيمتر هو هنا برضو هيمشي معايا من الصغير للكبير زي ما عمل معايا في التايم، انما هنا هو بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن تايم يعني بيتكلم عن وقت، انما هنا بيتكلم عن مسافة، بيتكلم عن مسافة. يبقى هنا هو لما كان بيتكلم عن التايم قال لي عندي second وعندي minute وعندي hour، انما الناحية التانية انا هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن distance، هتكلم عن المسافة. يبقى اللي انا هقوله دلوقتي دي وحدة قياس المسافة اللي انا بقيس بيها المسافة. عندي اصغر حاجة عندي السنتيمتر اللي هو السنتيمتر. عندي المتر اللي هو المتر. الكيلومتر اللي هو الكيلومتر. again repeat after me distance centimeter meter kilometer. هاجي بعديها هنا عندي كلمة graph اخدناها في junior 2 في الماث. يبقى عندي graph اللي هو الرسم البياني. فاكرين لما كنا بنعمل graph كده وكنا بنعمل كده lines، بعد كده بنيجي نعمل لها shading تظليل، ده كان عندي اسمه الجراف اللي هو الرسم البياني. line يعني ايه line؟ line يعني خط كده او سطر. اسمه ايه؟ اسمه line. week اسبوع. what happens لما اقول لحد مثلا ايه اللي بيحصل او ماذا يحدث بقول what happens. عندي graph line week what happens. نيجي بقى هنا للكلمات بتاعتنا في lesson 4. كل اللي فات ده كان دلع، انما هنا بقى انا هبدأ عندي الفوكابل صح.
نمبر 1 عندي كلمة world record. world record يعني رقم قياسي عالمي اسمه world record. set a record. set a record يعني بيضع رقم قياسي. خلي بالكم لما بيكون عندي two words عندي كلمتين بيجوا مع بعض ساعات في السؤال بتاع اللي choose بيديني مثلا وليكن هيديني هنا كلمة record بعد كده يجي في التشويسز يعني في بين القوسين اللي هو اللي بيجي لي between brackets هيجيب لي كلمات هيكون من ضمنها كلمة set يعني اخد بالي ان set بتيجي مع record اسمها set a record. set a record. famous. famous يعني مشهور. the oldest. the oldest يعني الاقدم. فاكرين تقريبا في lesson 2 او lesson 1 مش متذكرة قوي لما خدنا المقارنة بين الصفات وخدنا اللي هي الـ ER بيجي معاها than وخدنا ان الـ the بيجي معاها الـ EST لما خدنا ان الـ the بيجي معاها الـ EST لما اكون بقارن بين فرد وبين مجموعة لما اكون بقارن بين فرد وبين بقية المجموعة يبقى هنا لما اقول the oldest the oldest يعني بتكلم عن حاجة واحدة بس او عن شخص واحد يبقى انا هنا بقول عليه ايه الاقدم. الاقدم جاية من كلمة قديم. the biggest. the biggest. the biggest يعني الاكبر. the smallest. the smallest يعني الاصغر. all the time. all the time يعني طول الوقت. وناخد بالنا برضو من كلمة all بتيجي مع the time. all the time. all the time. the most times. the most times يعني المرات الأكثر. repeat after me. world record. world record. set a record. set a record. famous. famous. the oldest. the oldest. the biggest. the biggest. the smallest. the smallest. all the time. all the time. the most times. the most times. عندي هنا في الناحية التانية Egyptian footballer. Egyptian footballer يعني لاعب كرة قدم مصري. يبقى عندي footballer اللي هو لاعب كرة القدم وEgyptian يعني مصري فلما هقول Egyptian footballer اللي هو لاعب كرة القدم المصري. play for. play for يعني بيلعب لي. خلي بالكوا برضو ان هنا for هتلاقوا ان هي بتيجي مع play. play for. score. score هنا عندي the verb score يعني بيحرز او بيسجل. highest number. highest number اللي هو اعلى رقم. highest number. one season. one season موسم واحد. انا عندي كلمة season يعني موسم و one يعني واحد فلما اقول one season يعني موسم واحد. national team. national team يعني فريق قومي. africa cup of nations. africa cup of nations اللي هو كاس الامم الافريقية. something يعني شيء ما. something نيجي نبدأ كده من فوق واحدة واحدة مع بعض. Egyptian footballer. Egyptian footballer. Egyptian footballer. play for. play for. score. score. highest number. highest number. one season. one season. national team. national team. africa cup of nations. africa cup of nations. something. something. هنا هنستكمل الwords بتاعتي. عندي كلمة cyclists. cyclists اللي هم راكبوا الدراجات اللي هم اصلا بيركبوا الدراجة اسمهم cyclists. cyclists اللي هم راكبوا الدراجات. عندي كلمة cycle. cycle. cycle هنا عندي دي verb. cycle يعني بيقود الدراجة اسمه
cycle، يبقى الفيرب بتاعي cycle يعني بيقود دراجة. direction، direction يعني اتجاه. GPS drawing، GPS drawing اللي هي رسمة الجي بي اس. عارفين انتوا اصلا يعني ايه جي بي اس؟ عارفين لما اكون في مكان وانا مش عارفة المكان ده مثلا انا هوصل له ازاي، في ابلكيشن او في حاجة على الموبايل اسمها جي بي اس بيعمل لي ايه ده؟ بيوضح لي الطريق اللي انا بمشيه عشان اوصل للمكان اللي انا عايزه، اسمه جي بي اس drawing. الرسمة بتاعتها بشكلها ايه او الرمز بتاعها شكله ايه؟ بيبقى الرمز ده كده او الشكل ده، يبقى الشكل ده بالنسبة لي اسمه جي بي اس drawing اللي هي الرسمة بتاعت مين؟ بتاعت الجي بي اس. the largest، the largest يعني الاضخم. challenge، challenge تحدي. break the record، break the record يعني بيحطم الرقم القياسي. Egyptian people، Egyptian people اللي هم مين؟ اللي هم الشعب المصري اسمهم Egyptian people. Egyptian mao اللي هو القط المصري. Egyptian mao القط المصري. repeat after me. cyclists، cyclists. cycle، cycle. direction، direction. GPS drawing، GPS drawing. the largest، the largest. challenge، لاحظوا ان ال CH انا قلت تش تش ما قلتش ش ما قلتش challenge ما قلتش challenge انما قلت تش تش، يبقى عندي هقول challenge، challenge. break the record، break the record. Egyptian people، Egyptian people. Egyptian mao، Egyptian mao. هنيجي كده نروح للجزء الثاني. عندي countries، countries اللي هم دول. هنا عندي دي plural يعني جمع، السنجلر بتاعها او المفرد بتاعها عندي كلمة country، انما هو هنا جايب لي الكلمة البلولر اللي هي countries، countries دول. the great pyramids، the great pyramids اللي هي الاهرامات الكبرى بتاعتنا اسمها the great pyramids. journey، journey رحلة. shape، shape يعني شكل. هو انا مش بيتكلم عن التريانجل انما بيتكلم ان اي شكل انا بعمله اسمه shape، شيب سواء كان تريانجل او ريكتانجل او سكوير هو في النهاية اسمه شيب يعني شكل. ماب، ماب خريطة. كيب هيلثي، كيب هيلثي يعني بيحافظ على صحته. هارت، هارت اللي هو القلب. رن اب تو، رن اب تو يجري حتى. ناخد بالنا ان دول بيجوا كده مع بعض، رن up to، run up to يعني بيجري حتى. an hour، an hour يعني في الساعة. repeat after me. countries، countries. the great pyramids، the great pyramids. journey، journey. shape، shape. map، map. keep healthy، keep healthy. heart، heart. run up to، run up to. a hour، a hour. هنا عندي الفوكاب دي احنا اخدناها فوق، بس هنا عندي الكتاب عاملها ان انتوا هتعرفوا المينينج بتاعها in English. number one، second، second. قلنا يعني ايه second؟ قلنا second يعني ثانية، دي وحدة قياس التايم، وحدة قياس التايم. هنا بيقول لي 60 of a minute of time يعني ايه؟ انا هبسطها لك، انا هقول لكم ان المينيت equal 60 second. يعني ايه؟ يعني ال 1 minute هنا عندي الدقيقة الواحدة فيها 60 ثانية، فيها 60 ثانية. عرفتوا يعني ايه؟ هنا عندي كلمة second. number two، minute، minute.
the period of 60 seconds. يعني ايه؟ يعني انا برضو هنا عندي المينت فيها ايه؟ فيها 60 seconds. Number 3 hour اللي هي الساعة. The period of 60 minutes. هنا عندي ال hour equal 60 minutes. يعني الساعة الواحدة عندي فيها 60 دقيقة. تمام؟ يبقى انا هنا عندي second, minute, hour. ده بالنسبة ان انا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن ال time. طيب لما هاجي هتكلم عن ال distance بقيسها بإيه؟ بقيسها بالسنتيمتر. سنتيمتر أمتريك يونت أوف لينث وحدة قياس الطول إيكوال تو 100 أوف أمتر. يعني إيه؟ يعني المتر عندي الـ 1 متر في 100 سنتيمتر في 100 سنتيمتر. طب عندي نمبر 2 عندي المتر the length of 100 سنتيمترز. يعني نفس الكلام فوق، يعني هنا عايز يقول لي ان المتر عندي ان المتر فيه ايه equal 100 سنتيمتر. يبقى المتر عندي ال 1 متر equal 100 سنتيمتر. هنا بقى عندي مين؟ عندي الكيلو متر the length of 1000 meters. يعني عندي الكيلو متر ال 1 كيلو متر equal 1000 متر. يعني ال 1 كيلو متر equal 1000 متر. انا هنا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن ال distance، بتكلم عن المسافة. انا بدأت بايه؟ بدأت بالسنتيمتر. يعني ايه السنتيمتر؟ يعني وليكن انا هقيس ايه بالسنتيمتر؟ لو انا عايزة مثلا اقيس الرولر، اقيس المسطرة بتاعتي، اقيس الباك، اقيس البوتل بتاعتي ازازة، بقيسهم بايه؟ بقيسهم بالسنتيمتر عشان هم صغيرين شوية. انما المتر هو اكبر شوية، بقيس بيه حاجة اكبر شوية. وليكن انا عايزة اقيس مثلا الكلاس بتاعي، الفصل بتاعي بالكلاس اللي جنبي، بقيسه بايه؟ بقيسه بالمتر. طب ايه الكيلومتر ده؟ لا الكيلومتر ده كبير جدا، انا ممكن اقيس بيه بين مدينة، بين city and another city. يعني بين مدينة ومدينة اقيس الديستنس بتاعهم بايه؟ بالكيلو متر. هنا عندي جراف، هنا عندي ريكورد، بس هنا عندي ناون مش فيرب. ريكورد هنا عندي ناون مش فيرب. The best global and most important performance that is ever recorded. The best global and most important performance that is ever recorded. هو هنا بيتكلم عن ايه؟ عن اهم اداء انا عملته، اللي هو important performance، اللي هو اهم اداء انا عملته اسمه ايه؟ اسمه record. يبقى عندي هنا كلمة record اللي هي النون. famous known about by many people يعني معروف بين الناس يعني مشهور. score the number of points of gold achieved in a game. the number of points يعني عدد النقط او الاهداف gold achieved in a game اللي انا بحققها في اللعبة اسمها score. season a length of portion of time يعني جزء من الوقت قلنا معناها موسم. cyclist الكلمة دي مهمة جدا. cyclist a person who rides a bicycle. a person who rides a bicycle يعني الشخص اللي بيقود الدراجة اسمه ايه؟ اسمه cyclist. اسمه cyclist. هنا عندي direction a course along which someone or something moves. قلنا direction هنا يعني اتجاه. challenge قلنا معناها تحدي. هنا بيقول لي ايه؟ a call to take part in a contest or a competition. يعني ايه a call؟ يعني زي مكالمة كده بتجيلك to take part، بس طبعا مش انا هترجم بالمعنى الحرفي، انت مش بتجيلك مكالمة، انما انت بيجيلك كده دافع من جواك اللي انت عايز تشارك في الكومبيتيشن، يعني عايز تشارك في المسابقة او في البطولة. يبقى ده اسمه ايه لما انت من جواك كده يبقى عايز تشارك وعايز تبقى احسن؟ اسمه challenge. journey an act traveling from one place من مكان to another. journey يعني رحلة. traveling ان انا بسافر from one place to another. هاجي هنا الجزء بتاع الريدنج وعايزاكوا تركزوا معايا كويس قوي لان دي اكتر حاجة بتوضح لي the meaning of words معاني الكلمات اللي انا خدتها في الليسن كله.
طيب هو هنا بيتكلم عن ايه؟ World Records. World Records احنا خدنا فوق ان كلمة Record يعني رقم قياسي، Record يعني رقم قياسي، انما هنا جايب لي البلورال بتاعها كلمة Records يعني ارقام قياسية، World يعني عالمية، يعني لما اقول World Records ارقام قياسية عالمية. طب هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي What is a world record؟ What is a world record؟ يعني ايه رقم قياسي عالمي. طب هيجي هنا يجاوبني وهيقول لي ايه؟ It's something which is the fastest, biggest, oldest or smallest thing in the world. Again, it's something which is the fastest, biggest, oldest or smallest in the world. People in many different countries like trying to make new world records all the time. Again, people in many different countries اللي هي الناس في الدول المختلفة like trying يعني بتحب ان هي تجرب to make new world records all the time اللي هي بتحب ان هي تسجل رقم قياسي عالمي all the time يعني في كل الوقت. Again, what is a world record? It's something which is the fastest, biggest, oldest or smallest in the world. People in many different countries like trying to make new world records all the time. نركز بقى هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي here يعني هنا are some famous Egyptian world records. Here are some famous Egyptian world records يعني هنا بيكلمني عن رقم القياسي المشهور جدا بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمصريين. طبعا كلنا عرفنا من البيكشر بتاعته من قبل ما نتكلم عليه ان انا هنا هتكلم عن مين؟ هتكلم عن محمد صلاح. هنا بيقول لي did you know يعني هل انت تعرف اللي هو بيكلمك انت in 2017-2018 The Egyptian footballer محمد صلاح بتكلم هنا عن مين؟ عن محمد صلاح set a world record. ناخد بالنا من كلمة set a world record يعني سجل رقم قياسي when he played for the English team يعني لما كان بيلعب مع الفريق الإنجليزي اللي هو English team. اسمه ايه بقى الإنجليش team؟ اسمه Liverpool. He scored the highest number of goals in one season 32 goals يعني هو سجل أعلى رقم خالص من الأهداف in one season يعني في موسم واحد سجل كام 32 goals يعني 32 هدف. هنا هيبدأ يكلمني عن Egypt بيقول لي Egypt's national football team has a world record تو ان برضو الفريق القومي المصري حقق تسجيل it is for winning لما هم كسبوا the Africa Cup of Nations لما كسبوا كاس الامم الافريقية the most time يعني اكتر الوقت the most time يعني هم كسبوا اكتر من مرة it won 7 times يعني هم كسبوها كم مرة 7 مرات in 1957 1959 1986 1998 2006 2006 2008 and 2010. هو هنا في الجزء ده كان بيتكلم عن الفوتبول اللي هي كرة القدم انما حاجة هنا في الجزء التاني هتكلم عن مين؟ هتكلم عن سايكلستس اللي هم راكبوا الدراجات او اللي بيركبوا الدراجات. هنا بيقول لي and in 2018 cyclists on cyclists اللي هم بيركبوا الدراجة in Egypt cyclists in Egypt made a new world record يعني هم كمان سجلوا رقم قياسي مش الفوتبول بس انما كمان مين cyclists اللي هم ركبوا الدراجات they made the largest GPS drawing by bicycle هم عملوا ايه؟ They made the largest
GPS drawing by bicycle، يعني هما من خلال الدراجة عملوا أكبر GPS drawing، أكبر رسمة للجي بي إس. The challenge يعني التحدي كان إيه؟ was to cycle، cycle إن هو يلف 761 كيلو متر around Egypt and record the direction of the race، إن هما كمان يسجلوا الدايركشن، الاتجاه بتاع السباق. The cyclists started at the Great Pyramids of Giza، هما بدأوا نقطة الانطلاق بتاعتهم كانت مين؟ كانت من the Great Pyramids اللي هي الأهرامات الكبرى اللي فين؟ اللي في الجيزة. And it took، وده أخد منهم قد إيه؟ 3 days to finish، يعني أخد منهم 3 أيام إن هما يخلصوا الريس، إن هما يخلصوا السباق. The picture of their journey، يعني صورة الرحلة بتاعتهم، made the shape، يعني عملت الشكل أو كونت الشكل of a heart on the map، يعني إيه؟ يعني صورة الرحلة اللي هم عملوها في الريس بتاعهم في السباق كون لي شكل إيه؟ كون لي شكل heart، شكل قلب على مين؟ اللي عندي دي كلها اسمها map، والشيب اللي تكون عندي كان إيه؟ كان heart. يبقى الريس اللي هم عملوه كون لي شكل heart، شكل قلب على مين؟ على الماب. It was important because it made people think about how important it is to keep your heart healthy. يعني ايه؟ يعني هنا بيقولي ان هو كان مهم جدا ان الناس بدأت تفكر ان how is the heart healthy is important، ان ازاي صحة قلبنا مهمة جدا. It isn't just Egyptian people who break world record، يعني مش بس الشعب المصري بس هو اللي قدر يكسر الرقم القياسي، انما ايه؟ The Egyptian male is the fastest cat in the world، يعني القط المصري اسرع قط، يعني اسرع واحد in the world، يعني في العالم. It can run up to 48 kilometers an hour، يعني ممكن ان هو يجري حتى 48 كيلو متر فين؟ في الاور، يعني في الساعة. هنا هنيجي للجزء بتاع الاكسرسايز نمبر 1، بيقول لي supply the missing parts in the following dialogue. انا قلت في الديالوج انا هبدأ الاول كده اقراه اشوف اصلا بيتكلم عن ايه. انا عندي هنا عمر وعادل، عمر بيسأل عادل، فعادل هيرد عليه ويقول له I am reading a book. I am reading a book، يعني انا بقرأ كتاب. بعد كده عمر هيسأل عادل تاني، فعادل هيرد ويقول له It's about famous Egyptian world records. It's about famous Egyptian world records. بعد كده عمر هيسأل سؤال تاني لعادل، هيقول له ايه؟ هيقول له Can you tell me one of these records? Can you tell me one of these records؟ يعني ممكن انت تقولي واحدة بس من الـ records دي اللي هي الأرقام القياسية؟ فعادل هيرد عليه. بعد كده هبدأ من فوق عندي من number one. هنا عمر بيسأل سؤال، احنا مش عارفين ايه هو الـ question بتاعي. طيب الـ answer هنا عندي I am reading a book. I am reading a book، يعني انا بقرأ كتاب، انا بقرأ كتاب. يبقى اكيد عمر هيسأل عادل يعني انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ هقول هنا عندي what are you doing، يعني انت بتعمل ايه؟ هقول what are you doing، يعني انت بتعمل ايه؟ doing. يبقى عمر هيقول لعادل What are you doing? What are you doing? فعادل هيقول له I am reading a book. I am reading a book، يعني أنا بقرأ كتاب. عادل هيرد عليه ويقول It's about famous Egyptian world records. طيب تفتكروا السؤال اللي عمر بيسأله لعادل بالعربي كده هيقول له إيه؟ هو عادل بيقول إن الكتاب اللي بيقراه ده عن الـ famous Egyptian world records، يبقى أكيد عمر هيسأل عادل هيقول له إن الكتاب ده عبارة عن إيه أو بيتكلم عن إيه. يبقى أنا هنا الحاجة اللي هسأل عليها اللي هي الـ famous Egyptian world records، هنا عندي ده غير عاقل، والغير عاقل أنا بسأل عنه بوقت،
يبقى اول حاجه هكتبها هنا عندي هي كلمه وات. تمام. طيب انا هنا عندي it is، انا بعمل cross، هاخد ال is الاول، هقول what is، بعد كده هنزل عندي ال it واخد about معي، يبقى هقول what is it about. what is it about يعني الكتاب ده بيتكلم عن ايه. عمر هيقول can you tell me one of these records. Can you tell me one of these records؟ يعني انت ممكن تقولي على واحدة بس من الريكورد. احنا هنا اتكلمنا عن 3، اتكلمنا عن الفوتبول، واتكلمنا عن السايكليست اللي هما راكبوا الدراجة، واسهل واحدة انت ممكن تكتبوها اللي هو الايجيبشن ماو اللي هو القط المصري. The Egyptian Mao is the fastest cat in the world. يعني ممكن تختاروا دي ان هي اسهل حاجة تكتبوها، وهتنزلوا تكتبوها هنا. انا عندي هنا في نمبر 2 supply the missing letters، هسيبه لكم تعملوه هوم ورك. هخش بقى على اهم حاجه اللي حاسه ان انا يعني فيها شغل شويه هنا في lesson 4، هو الجزء بتاع اللي تشوت the correct word. طبعا احنا قلنا ان lesson 4 هنا عندي بيتكلم عن الفوكاب، مفهوش grammar، يبقى كل الكويشنز اللي جايه هنا عندي بتعتمد على الفوكاب. طيب نمبر 1 يعني احنا عايزين نعرف بقى كمية الكلمات اللي احنا خدناها في ليسن النهاردة، كمية كلمات فظيعة، عايزين نعرف بتيجي في الكويتشن ازاي. نمبر 1 the is smaller than the minute. حلو قوي. is smaller than the minute، احنا لما خدنا التايم بدأنا بالسكند، قلنا الاكبر شوية المينت، الأكبر شوية عندي مين بعديها؟ الأور. يبقى الأصغر من المينت عندي مين؟ عندي السكند اللي هي الثانية. نمبر 2 they made a new world. they made the largest GPS drawing. على طول طالما عندي كلمة world يبقى لازم كلمة world record يعني رقم قياسي عالمي. نمبر 3 the is bigger than meter. لما اتكلمنا عن الديستنس قلنا اللي احنا بنبدأ بالايه، بنبدأ بالسنتيمتر، بعدين عندي الاكبر شوية المتر، بعدين اكبر حاجة عندي الكيلو متر. يبقى هو هنا جايب لي مين؟ جايب لي المتر، وعايز الاكبر من المتر. يبقى انا قلت هنا عندي مين؟ الكيلو متر. هقول the kilometer is bigger than a meter. number 4 there are 3 great in Giza. عندي هنا teams pyramids germs. على طول اول ما اشوف كلمة جيزة واشوف كلمة 3 واشوف كلمة great على طول اختار كلمة pyramids اللي هي الاهرامات. number 5 there are 60 seconds in a، يعني انا عندي 60 ثانية، 60 ثانية في ايه؟ in a minute يعني في الدقيقة. Number 6 he is a fast he rides his bike very fast، يعني هو بيقود الدراجة بتاعته بسرعة. طالما عندي كلمة bike وطالما عندي كلمة rides يبقى أنا هتكلم عن مين؟ هتكلم عن cyclist اللي هو راكبي الدراجة. هقول he is a fast cyclist he rides his bike very fast. Number 7 ميسي. ميسي ده اكيد عارفينه، فوتبولر، لاعب كرة قدم اسمه ميسي. 2 goals in the last match يعني هو سجل هدفين. in the last match يعني في الماتش الاخير. طب عايزة اقول سجل هتبقى ايه؟ هتبقى scored. scored ميسي scored 2 goals يعني هو سجل هدفين in the last match. Number 8 there are 100 centimeters in a. فهمنا كده السؤال بيجي ازاي؟ هنا بيقول لي there are 100 centimeters in a، يعني انا هنا عندي 100 centimeters جوه ايه؟ مين اللي equal بيساوي؟ قلتها فوق equal 100 centimeters الكيلومتر ولا الملي متر ولا المتر؟ اكيد المتر، لان انا قلت لكم ان المتر equal 100 centimeters.
نمبر 9 محمد صلاح is a famous. على طول كلنا عارفين ان محمد صلاح is a famous footballer يعني لاعب كرة قدم. نمبر 10 the Egypt's national football team won the Africa dot of nations 7 times. انا هنا عندي كلمة Africa وعندي كلمة nations اللي هو مين؟ اللي هو كاس الأمم الإفريقية، كاس الأمم الإفريقية. طب عندي كلمة كاس اللي هي ايه؟ اللي هي كلمة cup، هو expression كده تعبير بيجي على بعضه اسمه Africa cup nations اللي هو كاس الأمم الإفريقية. Number 11 it was a great to cycle 761 كيلومتر around Egypt. هختار تشالنج ولا ميدل ولا كاب؟ ان انا اعمل سايكل ل 761 كيلومتر around Egypt ده يعتبر ايه؟ يعتبر تشالنج، جريت تشالنج يعني تحدي كبير اسمه جريت تشالنج. نمبر 12 the Egyptian male can run up to 48 كيلومترز. وهنا عندي كلمة hour، فاكرين فوق لما قلتلكوا ان hour اور بيجي معاها ان ان. نمبر 4 read the passage and answer the questions. انا هنا الباسج دي قريتها فوق في القطعة بتاعة الريدنج وترجمتها لكم كويس قوي، انتم عليكم بس اللي انتم هتقروها بنفسكم وتنزلوا تجاوبوا على الاسئلة اللي بعديها، فانا مش هحل الجزء ده انما هدردش معاكم شوية في نمبر 5 اللي هو الجزء بتاع الباراجراف. هنا بيقولي write a paragraph of four sentences. هو هنا عايز four sentences. هنا بقى هيكلمني عن ايه؟ هو هنا طالب مني ان انا اتكلم عن the Egyptian footballer you like. You like يعني كل واحد من وجهة نظره هيقول مين هو لاعب كرة القدم اللي هو بيحبه. The Egyptian footballer you like. وبعدين هو هنا عمل لي حاجة حلوة قوي ان هو مديني الستبس او الايدياز الافكار اللي انا همشي عليها في السنتنس. يعني نمبر 1 هقول هوز هي، هوز هي، يبقى هنا عندي في السنتنس نمبر 1 انت بتعرفنا بيه بتقول لنا النيم بتاعه. طيب نمبر 2 why do you like him، هتقولي ليه انت بتحبه، ايه السبب. نمبر 3 where does he play يعني ايه المكان اللي هو بيلعب فيه. نمبر 4 what cups and medals he won، وهتقولي على الميدلز الميداليات اللي هو كسبها. يبقى هنا في الباراجراف ده كل واحد من وجهة نظره يختار the Egyptian footballer يعني لاعب كرة قدم معين you like يعني انت بتحبه. الاول بتعرفني باسمه وبتقولي ليه انت بتحبه why do you like him، then where does he play المكان اللي بيلعب فيه، then what cups and medals he won وبتقولي الميداليات اللي هو كسبها. طبعا البويز على طول هلاقي الباراجراف ده مكتوب كويس قوي لان معلوماتكم الرياضية حلوة جدا، بس البنات برضو شاطرين جدا وان شاء الله هيكتبوا الباراجراف ده بطريقة كويسة جدا. المهم ان انت تختار the Egyptian footballer، تختار لاعب كرة قدم مصري وتتكلم عنه. يبقى انا كده حبايبي انتهيت من شرح lesson 4 في يونت 1 منهج كونكت بلس لجريد 3 الصف الثالث ابتدائي. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وشكرا واشوفكم في فيديو جديد.